الو الو، عسلام اخويا. مرحبا. عسلام اخويا، اهلا بك. علاء، مرحبا بك سيدي. اسم خويا المستعار لو تسمح؟ سامر. سامر، ايوه. مرحبا بك سامر، قداش عمرك؟ اهلا بك خويا. 48. 48 سنه. مرحبا بك سامر. نعم. تتكلم منين بالضبط؟ من تونس. من تونس. دونك انت مقيم في تونس؟ ها، انا مقيم في تونس. نعم. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك خويا. اهلا بك سامر. تفضل. تفضل يا سامر. انا تفضل. اذا تفضل قل لي شبيك يا سامر. شبيك. والله على انا من حوالي 5 سنين. طبعا انا متزوج. اي، تونسيه. من حوالي 5 سنين. وين تعرفت عليه؟ في البحرين. يا اخي ايش هزك البحرين باش تتعرف على تونسيه؟ انا مقيم في السعوديه. انت مقيم؟ مقيم في السعوديه. نعم. اي، وتتكلم من تونس؟ بكم اتكلم حاليا من تونس. انا كنت مقيم في السعوديه. ها؟ كنت مقيم في السعوديه. اي، بحكم شغلي يوميا بروح البحرين. رحت على محل، اول يوم تنزل فيه المدام جايبينها جماعه بالغلط على المكان. شو جايبينها بالغلط على المكان المدام؟ شنو هالمكان؟ يعني قبل ما اتزوج انا تعرفت عليها في اوتيل. في اوتيل. شنو جايبينها بالغلط؟ يعني جاء على اساس انها تشتغل في ريسبشن او حاجه. ايه، مو جايبينها بالغلط، هي جايه، جات من تونس تمشي البحرين باش تخدم في اوتيل. نعم. هكا مش بالغلط يعني. تخدم في البحرين. اه؟ اوكي نمشي معك. لا مش تمشي معايا. لا 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 يا سامر، سامر ركز معي، احكي لي الحقيقه باش نبدا فاهم. اتفضل. اي حقيقه؟ انت قلت لي لقيتها جات بالغلط في مكان تلوج على خدمة، اش تقصد؟ لا، هي جاية على اوتيل على اساس ريسبشن حبيبي. اوكي؟ اوكي، يلا. هزوها من الريسبشن حطوها في صالة. في صالة؟ تجلس. اي نعم. انا اول يوم هبطت في البنت على البحرين. أيوة. انا بالصدفة كنت في المكان هذاك، تعرفت عليها. اي، شفتها بنت محترمة مش تبع الاماكن هذه. صاحب الاوتيل صديق الي. ايوه. اي، وصيته فيها، قلت له يا فلان لو سمحت البنت هذه حاول تغير مكانها. اي، في نفس اليوم الاوتيل في مشكله صارت عندهم، وقف حوالي 20 يوم. علاش توقف 20 يوم الاوتيل عن العمل؟ والله مشكله يعني بينه وبين تراخيص او حاجه. حكايه تراخيص. اي نعم نعم. هذا في البحرين. في البحرين. نعم. اي، في العشرين يوم هذه انا ما تركتهاش. علاش انت؟ علاش 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 ما تركتهاش؟ سبحان الله، النصيب. يعني حكيت معها انت وقتها؟ حكيت معها وارتحت لها البنت. ايوه، فلا خطر هذا ما حكيته ليش انت؟ قلت لي لقيتها بالريسبشن وتعدي من اول يوم. يمكن اللهجه او اللغه ما لا نفهم اللهجه السوريه بشكل جيد. نعم. المهم ساعدتها بما فيه الكفاية. 20 يوم حكيت لها، قلت لها يا بنت الناس المكان هذا ما يناسبك، أنت مش تبع الأماكن هذه، مش تبع البحرين بشكل عام. أكلميهم قلي لهم أنا بدي أسافر. قالت مش حيبغون. قلي لهم قلي عندك مشكلة في تونس. حكت لهم أنا عندي مشكلة في تونس، سافرت. شنو هي المشكلة في تونس؟ ادعت أنه عندها مشكلة في تونس عشان تسافر. فهمتك. اي اوكي، سافرت. طبعا هي وصلتها المطار، انا هزيتها المطار، قلت لها يا مدام انا بعد 3 ايام بلاقيك في اسطنبول. اي، خذيتها اسطنبول، زوجتها في اسطنبول. عرست في اسطنبول. اي، عرست في اسطنبول. نعم. سامحني، هذا كل قديش دام؟ كم وقت دام بين لقيتها من البحرين وتزوجتها في اسطنبول؟ شهر. صدق شهري على. اي، مش عادي، مش طبيعي هذا. والله شهر. شنو اللي خلاك تتزوج في شهر؟ قلت لك النصيب على، سبحان ربي، قدري. ما هي قدري النصيب؟ قدرك. لا اوكي.
اخذتها اسطنبول، اتفقنا انا وياها شغل ما تماش، اي حاجه ما تماش، عملت لها عقد زواج رسمي، هنيتها، ما خليت حاجه في نفسها. دللتها رجعت تونس شهر كمان، رجعتها اسطنبول. اي اوكي على اي. وفي حاجه انا نسيت احكي لك اياها، انا متزوج قبلها، عندي مدام يعني اللي هي المره الثانيه. اي واحنا في سوريا عندنا عادي. اي عندكم تعدد الزوجات. اي مطلق المراه اللي كنت متزوجها ولا؟ نعم المراه اللي متزوجها في سوريا طلقتها؟ لا ما طلقتهاش، ما طلقتهاش. ايوه. وعندي اربع بنات هنا، وتحديت الدنيا كلها خاطر البنت هذه في سوريا. المدام الثانيه معي في السعوديه. يا ولدي وين تسكن انت؟ وين تخدم؟ انا فهمت شو البحرين او السعوديه او تركم فهمت. يا ولدي البحرين جنب السعوديه. نعرف ان البحرين. انت وين تعيش؟ ومرتك حاليا في تونس. تو في تونس. تو في تونس. كنت متزوج وتعيش في السعوديه؟ كنت متزوج ولحد الان متزوج. المره الاولى. الاولى اللي هي في البحرين. تزوجتها. فهمت. في البحرين. نعم. اي باي. نزلت انا وياها تونس. اوكي. اي صرت اجي واروح تونس اطلع وعلى طول يعني. تعرفت على عائلتها على دارهم على كل شيء؟ تعرفت على عائلتها على دارهم على كل الناس تعرفت. باي. اوكي. اوكي. طلعت معي السعوديه مره 9 شهور ونزلت، ومره 7 شهور ونزلت. علاش قعدت هالمده طويله وما قعدتش غادي؟ انت حبيتها تقعد بالسعوديه؟ والله حبيتها بس ما حبيتش. قلت لك يا انا يا المره الثانيه. عندها يعني خطر. احنا ايش نقول لك؟ اسمعني اسمعني. استنى، يا هي يا المرة الثانية اخي. مش انه تطلق المرة الثانية يعني. ما نحبش نكون متواجدين بمكان واحد انا وياها. انت مسكنهم في مكان واحد؟ لا مش في مكان واحد، كل واحدة في دار. والديار بعاد على بعضهم ولا قراب؟ خليني احكي لك على لا الديار قراب على بعضهم ولا بعاد؟ لا لا مش قراب. كل دار مستقلة معناتها. كل دار مستقلة. وانت تمشي للزوز نسايا معناتها. ما تلاقوش في السعودية. مش ما تلاقوش. لا مش على ما تلاقوش. نعم تفضل. تعيش مع المرأة الأخرى ومع التونسية؟ يا أستاذي علاء، المرأة الأولى تونسية والمرأة الثانية تونسية. إي. أوكي. إي ممنوع الزواج بزوز نساء يا ولدي في القانون التونسي. إيه أنا لما تزوجت الثانية ما كنتش مسجل عقد زواجي في تونس. أعرف في الأول. إيه ولو ممنوع الزواج بالثانية. طيب ممكن أحكي أكمل حكي على بعدين أنت ناقشني بالموضوع أخوي. ما هي تفضلي. المرأة الأولى لما سمعت إني تزوجت قالت لي أنا نزلت غيراتي ونهبط تونس. ما عاد نروح ونجي على السعودية. أي. يعني خليتها تقتنع توافق إنه أوكي خلاص تزوجت ما فيش مجال، وتعرف إنه لا بسوريا ما عندي مشكلة، ما عندنا، وبالسعودية ما فيش مشكلة في تعدد الزوجات. المهم يا علاء صارت تروح وتجي، وحده تروح وحده تجي. المره الثانيه اللي زوجتها هذه قالت لي انا ما نجيبش نعيش في السعوديه، وعيش في السعوديه مش عارف ايش، علما انها عايشه في احلى عيشه في السعوديه. علاء هبطت تونس، نزلت وراها تونس، ضليت حوالي 3 شهور 4 حملت المدام. حملت الثانيه. اوكي. اي قالت لي خذ لي دار. هي مش من تونس العاصمة، من تقريبا منطقة تبعد حوالي 70 كيلو. بس ما نحبش نسميها. اي ايش علينا فيها. اوكي. اخذت لها دار، انا في السعودية اخذت لها دار، جهزت لها اياها من افخم الديار يا علاء. اي اوكي. اتصلت فيها من السعودية، انا عندي من المدام الاولى اربع عندي بنات من المدام. اربع بنات. اتصلت فيها قلت لها رحت الدكتور كشفتي ايش عندك، انا نفسي بولد يعني طبعا مش مشكله، اما الواحد كل انسان طبعا بعد 4 بنات نفسك يكون ولد، مش مشكله. اي طفل. الو الو وي نسمع فيك. اي اتصلت علي والدتها قالت لي مبروك راهو عندها كرشها طفل. هاي مبروك يا سيدي. اوكي مبروك مبروك مبروك. وفرحت والعالم فرحت وظلت ماشيه معاي على اساس ايش؟ طفل. اي
خليت لها الدار جهزت لها اياها، وبالسعوديه ولا بالبحرين بنشتري لها احسن حوايج ملابس، يعني قطعه صغيره يمكن ب $300 للطفل فرحان. اي ولدت في تونس. اي جابت له ولد ولا جابت له؟ خليني نكفي لك، جابت الطفله، جابت بنت وتوريني اياها على اساس طفل. لا المفروض تقول لك الحقيقه، توريني اياها على اساس طفل. اي اسبوع اتصل في المحامي بتاعي في تونس قال لي راهو يا سامر لازم نسجل الطفل لانه بعد اسبوع يصير محكمه وانت متزوج ويصير مشكله عندك. فوالا بالضبط. اي اوكي اتصلت فيها قلت لها راه المحامي يجيك الساعه 8 الصباح تعطيه الاوراق يروح يسجل الطفله. اي الطفل عفوا. قالت لي حاجتي فيك في موضوع. قلت لها اوكي. اتصلت فيها فيديو قالت لي لا ما نجمش نكلمك نبعث لك اياها بمسج. بعثت لي مسج انه خطا طبي ومش عارف ايش ومن هالكلام هذا. هذا اللي جبته من كرشي هذيك. خطا طبي. قلت لها اول حاجه هذا عطى رب العالمين انا مانيش عارف. ما عندكش مشكله انت بالضبط اكزاكتلي. ما عرفتش انه والله جت بنيه جت بنيه جت بنيه جت بنيه عندي اطفال كل بنت بمليون طفل. اي الحمد لله. اما الكذب مش حلوه واصحابي في السعوديه في البحرين في سوريا. اي قلت لهم راني عندي ولد. عرفوا الكل وحفلات ومش عارف ايش يعني. تصور انت توريك طفل طفله على اساس طفل وفرحان. ايوه فرحان. ايوه لما بعثت لي المسج انا كل لو انت اي انسان في مكاني يزعل. اي لا يزعل علاش تكذب عليه؟ ايوه طفل ولا بنت كل الحقيقه من الاول. من ورا الموضوع صار معي السكر. اهبطت تونس اهبطت تونس نجلس وانا جالس بالنام. اخذتني المدام الاولى على سبيتار قالوا لي فورا تدخل على نعمل لك تيست على القسطره. اي الحمد لله قالوا لي شوي ضغوطات واعطوا لي دواء ومشيك. كلمتها قالت لي هو خطأ المحامي طبعا كلمها قال يا المحامي صديقي قالها ما يصحش الشيء اللي عملتيه هذا. قالت له هي غلطة. قال اشني هي غلطة بالك الطبيب في تحديد خطر الجنس جنس المولود يتحدد في الشهر الخامس ينجم يكون الطبيب في الشهر الخامس وقت اللي عمل لكوتر ودي على حبيبي على حبيبي. أول حاجة الموضوع هذا حتى تحليل 3D كانت تتخلل كل شهر يعني كل شهر حوالي 2000 دينار. خليني نكمل لك خليني نكمل لك لحظة تحليل لحظة انت حضري خليك تتكلم معك. طيب تصوير 3D يخطأ 3D هي يخطأ؟ لا إذا كان استحالة معرفة جنس المولود خاطر ينجم يكون المولود داير على قفاه فهمت؟ ما لا يمكن تحليل جنس ما يدورش على قفاه يا علاء. لا شنو ما يدورش على قفاه ينجم لا طيب. ينجم لا يظهر جنس المولود ما تقوليش انا معاك نمشي معاك. خطأ طبي خطأ طبي مش خطأ خطأ في تقدير جنس المولود فقط لما ولدك. أي. طيب خطأ نعتبره خطأ ناخذها بحسن النية مش خطأ سوء تقدير في تحديد جنس المولود مش خطأ سوء تقدير فعلا. لما ولدت اي تقول تقول لي ولا ما تقول لي خليني اسمعك قدام العالم. لا عندك حق تقول لك صح ولا مو صح؟ لا صح طبعا. مع هذا انا كل الحوايج اللي بعت لي اياها حوايج طفل. نزلت المولات اشتريت حوايج بنت ملهاش ذنب البنت. اي ملهاش ذنب حوايج بنت اشتريت لها ذهب للبنت. اي حضرت روحك على اساس بنت لا ولد هذه مر بعد ما اي اي ولد ولد وزعلت ومشيت خذيتها. ملهاش ذنب البنت حرام اظلمها. هزت حالي رحت اشتريت حوايج جديده للبنت. نختصر شويه يا سامر. ايه ونزلت تونس. نزلت تونس اوكي نزلت تونس يا علاء. يعني الواحد ايش اوصف لك اياها غصه في القلب انه مرتك تكذب عليك في غايات عشان غايات تافهه يا رسول صح ولا مو صح؟ يا رسول الله هي يعني عشان فلوس ولا عشان حاجة. المهم تعدينا الموضوع هذا على ما هي تجاوزته. أوكي تجاوزنا اللي بعد تجاوزنا
انت بحكم يمكن انا في احنا كشرقيين نختلف عن، ولو اني انا شايف التوانسة العوائل المحترمة عيشتهم ونظامهم زي نظامنا ما فيش فرق. لا يعني لا بالضبط، كما المشرق كما في تونس. أيوة كما المشرق كما عندكم بالضبط. انا احب مرتي تمشي مثل ما انا بدي. بمعنى اي تمشي هي كما انت بدك، بما يرضي الله يرضي، بما يرضي الله. هذا هو الصح. هذا هو يعني امرأة تخرج لازم انا اعرف وين. اكيد لا صحيح أكيد. انا في السعودية وهي في تونس. لا اكيد لازم انا اعرف وين. انا معك فيها ولا مو صح؟ صح. المهم عدينا موضوع البنت وخلصنا كل شيء. اي شنو المشكلة؟ بعت لها حاجات من السعودية طبعا غير حوايج حاجات الدار. لما نزلت انا في رمضان اتفاجئ انه امها شايله الحاجات هذه كلها وبيعتها. اي بسرعه يا سامر بسرعه. المهم جيت من برمضان يا علاء. اي في رمضان اللي فات. رمضان اللي فات صارت مشكله بيني وبينها بسيطه. راح عزت حالها وراحت دار اهلها. انا شو هي المشكله اللي صارت؟ عشان حاجات انه ليش تبيع حوايج بدون ما عندي علم وحاجات غاليه. ليش تبيعها بدون علمي بأي حق؟ وأنا مش منقص عليكي يعني آخر 10 شهور يا سام يا علاء بحدود 70-80 مليون أنا محاولها من السعودية. برش منطيها كرت من حساباتي البنكية اللي في السعودية تسحب فيها في تونس. برش غير الحوالات الوسترية وعندي كل ما يفوت في هذا. ومش مشكلة الفلوس، أنا ما دققش على الفلوس. أي المشكلة وين تو؟ المشكلة بعد رمضان جابت سيارات حملت باعت اللي باعته من الدار وحملت عندها هنا بقية الحاجات. ايه ليش عملت كده؟ انت جيت واخترت السعودية وصور انت تعيش في تونس وعندك مرأة ثانية وما تنجلش تعيش زي العيشة اللي كنت فيها. قلت لها ما في، انا عشت معك، انا فتك تكلفتيني بعدين 600-700 مليون. سامر إيش اختصر لي يا سامر الاشكال وين بالضبط؟ تفضل. الإشكال سوى يا علاء أمها حكمة فيها بالضبط. يعني خاتم في إصبعها لهياش راجعة ما فيش تفاهم. البنت بنشوفها، إذا بدي أشوفها بنشوفها بالفلوس. لازم أدفع عشان أشوف البنت. قديش تدفع لشكون؟ ندفع لأمها، ندفع لأخوها، ندفع قديش تدفع باش تشوف بنتك؟ في الشهر، والله في الشهر تقريبا بحدود حاليا بحدود 2000-2500 دينار. شنو بشوف بنتك؟ والله بما معنى هم ما يقولوش اني شوف بنتك، بس لازم زي الاتاوه زي الفرض. زي الفرض اذا بدك تشوف. وعليه انت عايش مع مرتك ولا؟ مانيش عايش معها هي. اذا لا رجعها صالحها يا رجل. كيف؟ صالحها وتصالحه. ما انا حكيت لها يا علاء الموضوع كبير. بنت الناس بدك تعيشي معاي بما يرضي الله. لا بما يرضي الله، هذا بدون نقاش. بما يرضي الله نعيش وما نفرقش ونعيشك احسن عيشه، لكن في شرط ان ما حدش يتدخل بحياتك. امك على راسي وعيني، تشوف فيها كل شهر مره بالاسبوع مره، نهزك عليها ساعه أكيد. مثلا بدك. طبعا طبعا ايوه، ما حدش يقول لك ابنها امك، لكن تتدخل بحياتي. لا لا غير مقبول، لا غير مقبول. يعني من حوالي اسبوعين اتصلت فيي قالت لي انت بدك يعني اهبط ونعيش هنا، اخذ لامي دار في تونس. قلت لها ما ناخذها دار في تونس. بنا حقه بنا مناسبه. المشكله على تو لما نجيبش نشكي فيها. لا لا ما تعمل شيء، ما تعمل شيء، ما تعمل شيء يا سيدي. مش من النوع اللي يدخل مدامتي ولا بنتي على محاكم وشرطه وكلام فاضي. اي 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 وسع بالك. مش من المستوى هذا انا. انت وقفت لهنا توا في المرحله هذه؟ وقفت هنا للمرحله هذه انا. ما حبيتش ترجع معاك ترجع للدار؟ لا لا ما حبيتش ترجع للدار الا في لازم الشنطه تبعها معاها امها. ناخذ لها دار جنبها معاها. وقتها ترجع للدار نصرف على امها. امها اتصلت فيي قالت لي ياخذ بنتي ياخذ الدار كامله. ما يعجبكش شو ياخذ بنتك وياخذ معها بيتصالح وبيتلوم ودار والحجر والياجور والبرومير ايتاج؟ ياخذ بنتي ياخذ هاي البنت هاي ياخذ الدار معاها كامله. ما يعجبكش ملل العب.
هذه كل القصة يا لا. ما هي واضح. تحب تتعدى بالتلفزيون سامر؟ لا 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 تلفزيون لا. لا 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 شكرا لك. لا نسأل فيك. لا أخوي لا لا. لا ما شو تحب مال؟ والله أنا حبيت أن أحكي لك وأبغى يعني رأيك، تنصح نطلق ونخلص؟ أنت تحب هالمرأة هذه؟ أكيد. أعطيها مهلة للتفكير أنها تكون معاك بما يرضي الله وبما يرضيك أنت ويرضيها هي. أمها لا تتحمل لا مسؤوليتها، أنت هذاك كانت تحب تعطيها حاجة أنت تعطيها إذا كانت ولا تتدخل في حياتك بدون نقاش. في حاجات، في حاجات أنا ما حكيتها على الهوى احتراما لبنتي واحتراما لهم مدامتي. أوكي يعني إذا في مجال إذا مروي عندك إذا في مجال تتكلم أنا إلي شرف أنك أكلمك. أطع نعود نكلمك داكوردو، أطع نعود نكلمك سامر. يلا غدا بعد غدا نكلم خويا ونشوفوا حل وترمى. شكرا لك إلى اللقاء، تصبح على خير سامر. ماضي ساعة 11 دقيقة على موزيك. مرحبا لله. اسم أختي المستعار. اسمي منيار. شكون؟ منيار. مرحبا بك يا منيار. قداش عمرك يا منيار؟ والله عمري 24 سنة. يا بيه مرحبا بك لله. قل لي شو مصهرك يا منيار هالليلة؟ وش خليك تطلبنا شمام؟ والله أنا نستنى فيكم، عندي ثلاثة جمعات. أي ثلاثة جمعات؟ بالحق عندك ثلاثة جمعات، وقتها جاء الدور متاعك اليوم يا منيار. تعبت وتعبة والكل وحبيت أنا ياخو. شبيك شبيك؟ والله الحب تعبني في عليك. الحب؟ بالعكس الحب حاجة باهية، ما ي... ما ي... ما ي... ما يتعبش. حاجة باهية. هو حاجة باهية والكل، أما أنا أول مرة نحب في حياتي. أول وتعبت. مرة تحب في حياتك هذية وتعبت. هي إيجا اسمع اسمع. إيجا من الآخر نبدأ الحكاية من الأول. أنا أنا سي علي عايشة دلولة في دارنا، معناها معناها نخدم، بطلت من قراية وحدي، مشيت خدمت معناها. عليها عليها عليه. والله يا ما تقوليش ظروف. لا 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 ظروف، لا لا ندل الله الحمد لله، ما عايشين الحمد لله لاباس، باباي مش مخلينا مخصصين في حاجة. أما أنا هيك بطلت، مشيت ما عادش حبيت نعمل تكوين. إي وعملت تكوين بعد اللي مشيت خدمت، آخر حبيت نمشي نخدم وباش تولي بفلوسي والكل. إي إي باباي قال لي ما يسالش برا يخدمي، مشيت خدمت والكل. حسي لو كنت انا واخذ فكره على الرجال اللي ما نعرفش، ما نحبش نقطع علاقه حب. استنى استنى، علاش عندك فكره مع الرجال انك ما تحبهمش؟ علاش؟ بحكم الانتوراج نتاع البنات اللي معايا، اللي هذا عايشه قصه حب وتعذبت، هذاك مشي خانها، هذاك عمل فيها، هذاك مرمدها. شكون ما عندوش مشاكل بجهرب يا اخي؟ شنو مو انا مشكلتي البنات اللي داروا بيا، معناها كلها علاقاتهم فيصله. لا جبت واحده قالت لي هاني مريق لو جوزي اي فهم. حسي انه انا كلي واخذ هكاك فكره، اللي يجيني نصدو، اللي يجي يخطبني ما نحبش ناخذ، نحب نعيش في دارنا معزم. كان حسيت روحي عندي كل شيء، انا لوج علي عندي، معناها ما عنديش علاش باش نمشي نعرف. لا بتتر بتتر وقتها في عمرك العرس ما كانش مطروح، خاطرك مازلت صغيره. والله حتى لي با امي هو اللي محلم بابايا اللي نوعا معناه ستري، معناه محلي يخمم، معناه يخمم يقول لك على راحتك انت ايش تحب تعمل. اي امي اللي تخرنا لي، المراه ماليها كان دار رجلها، المراه ماليها كان يلزمها ستره رجل ستره. نسي كل اسمع اسمع نسي كل هيك. الأم هذه كلها كيكة يقول لك اسمع خليني على بنتي، خليت على تجيب صغيرات وتعمل عائلة وكذا، هذيك سنة الحياة في خلقه. أما المرأة كي تحب ما تحبش تعرس، ما تحبش تعرس، هي حرة في هذا. منين الطريقة هذيك؟ ما لقيتش إنسان هكا يعجبني وما جانيش. ما جاش أنا ما لوجتش. ما جاش مكتوبك وقتها جبوس. إي ليه جا يخطبوني معناها برشا أنا. ما عجبك فيهم حتى واحد؟ كل واحد نطلع فيه سبه، كل واحد نقول له هكاك بالعاني. لا بالعاني طبعا بالعاني. ايه بالعاني بالعاني خاطر ما عجبنيش. وانت شنو الراجل اللي يعجبك انت؟ كيفاش الراجل اللي يعجبك؟ او انا عقدوني لبنيت، انا ساعتها ما عنديش مواصفات. لا لا خليني من البلاد، خليني من البلاد. انت انثى، انت بنيه، ديما عندك رجل احلام في ذهنك كيما الراجل عنده امراه احلام في ذهنه.
انا تعرف شنو انا تعجبني طبيعه الباي، تعرف طبيعه بابا تعجبني، معناها بحكم هو صحيح بابا كبير علي في العمر، جابوني انا صغيره بالكل، خويا الكبير وقت اللي امي جابتني، خويا الكبير اي خاطب جماعه معناه. في التعليقات قالوا لك هات من الاخر شنو هي مشكلتك؟ حسيت انا نخدم وكل، تعرفت على واحد اي ولد بلادي اما ما كنتش نعرفه، فهمت اي معناها بعد اللي تعرفت عليه، هو شنو هي خدم في دار اختي اي شافني، اما انا ساعتها ما اي معناها ما جست جست هو شافني ومعناها وعجبته كل شيء، اي حب بعد يتحسر عليه وكل، معناها ما صارش مكتوب. بعد اللي انا نخدم وهو هو بصحب واحده تخدم معايا يحكي معاها وبرا، اي حسيت وقلت له راهي فما فلانه تخدم معايا والكل، اي احنا بنت معناها هي بنت بلادي هو ولد بلادي معناها، اي يا اخي قالها تعملي عليا مزيه، قلت له شنو هي، قلت له قالها عدي لي التليفون ليها بجد باش نقول لها كلمه نعرفها. اي انا ساعتها كنت مخطوبه من واحد بالغصب معناها من دارنا وبطلت فرضوا منه، عليك بالسيف. كل اللي فرضوا لي عليه معناها تحيو يقنعوا فيا، تي ما يسالش تي يحكي مع بالك هي عجبك بالك اي تحبي، حسيت هو من شهر شهرين بقات حكايتنا وبطلت منه. اي نزلت كي بطلت عندي جمعه، اي حسيت له عدت لي التليفون، قال لي انا فلين درس ما تعرفيني، قلت له اي نسمع بيك اي شنو، قال لي راني راكي تعجبيني وراني بحق معناها انا تعجبيني نحب نحكي معاك اي والكل، اما انت بطلتي من الاخر. اي اي قلت له عندي جمعه جمعتين بطلت يعني، اي قال لي ما فيها بيت رسمه، انا بقيت بيه طبعا تو يحكي مع صاحبتي معني اي في يتخدم معايا هيك، هو انا سكت ما قلت لها حتى كلمه. بعد كي رحت للدار خذيت منها النمر، وبعد كي رحت للدار قلت لها نورمال اللي تحكي معايا كيكة والكل، قال لي سبحان الله انا تعجبني من بكري، حبيت نتحسن على نمر ما نجمتش، حبيت سمعت بيك تخطبتي ساعتها جبت روحي، ايش يحب بالضبط يحب؟ قال لي انت تعجبيني هي انت بي قال تعجبيني لك انت تعجبني عجبك شي الراجل هذا هيك، هو حاسي لو بقينا نحكوا نهار هي نهارين 3 ايام نحكوا عادي كل شيء فاضلك، وعجبني تي باهي عجبك يا بنتي وبعد ما عجبك بعد ما عجبني نحكوا درسنا كل شيء، انا شنو سمع علي اللي هو بتاع بنات يعني من طفله لطفله، دير البنات الكل يقولوا على الرجال هك ليه هو معناه بحكم ولد بلادي معناه حكيو عليه اللي هو يتبع في البنات ياسر وكل صامت، اي انا خفت من الحاجه هذيك، هو عجبني معناها انا عجبني معناها هذا الانسان الوحيد معناها تخلي مخي وعجبني بزاف ما حبيتوش، حسيت اما قلت شنو لازمك تزيد تخطبني كان حسيت بيا جاي خطبك اللي ولا بالدار. استنى نختصر شويه باش ما نضيعوش برشا وقت، دونك جاي خطبك الراجل هذا ولا جاي خطبني اي جاي امه، انت وافقت وافقت جاب امه اي جت حبيتوش الراجل هذا قبل ما تخطبه الصاع قبل ما يخطبك؟ حبيته حب ما تتصورنيش قديش حبيته نعشقه، تعرف شنو نعشقه؟ الحمد لله عليك يا بنت الحمد لله. اما ذيك ولت لي مشكله يا سعادة، ولت لي مشكله. شنو هي المشكله؟ بعد ما خطبتني امه وكل شيء وليت انا بعد لي ما حصلوا زوجنا به وفرحانين ببعضنا، عشنا ايام تعرفنا فيه على بعضنا ما نعرفوش بعضنا احنا بالبيت. ما تفهمين شنو هي المشكله؟ بعت لي امه احنا بحكم احنا نصنف في هكي احنا نصنف في بلاد مع بعضنا، فهمت في بلاصه مع بعضنا، اما شنو هو بعيد علي شوي، يمشوا نساء ينكروها الام وهو اي ونساء من فهمته هو يجوا ينكروا امي، ما فهمتش ينكروا فيهم فيش معناها علاش تعطي في بنتك يشبكوا معناتها كلمات الناس يا بربي، وفما واحد سالم من كلمات الناس؟ ليه 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 يا علي انا شنو دارنا راهم باهيين، شنو مش معناها نحكي لك هم دارهم باهيين ودارنا احنا باهيين، مشكلته امه وزيني معناها امه تسمع ياسر كلام الناس وامي انتم مزوز متفاهمين ولا احنا كي تصير تبعد المشاكل هذيا متفاهمين انا وياه فما حاجات هو يعمل فيهم سبب، اما انا قاعده نعدي له مش نكذب عليك نحبه ونعشقه راه معناها متفاهمين كي نبقوا وحدنا انا وياه متفاهمين، اما شنو يا سي علي المشكله فين انه دارنا معناها متسهلين معناها امي قالت لي انه امه توافق ومش بها مش موافق عليك ومدرا شنو
معناها انه توافق يا اخي. امه يجي موافقه ولا مش موافقه؟ انت تو انت امه ما مش جاب خطبه، موافق. انت ما جاب خطبه اخي، ما جابش امه. جات امه ايه خطبتني، خطبك ومن بعد سمعت كلام العباد قلت له ليه. وهالسيد اللي خطبك هذا اش قال كي قتل امه؟ لا يتعارك معاها. شنو ايش قال في الاخر؟ ايه ولا لا؟ المشكلة فين احنا التوكية؟ علاقتنا حابسة انه هو ما خداش موقف مع امه، قال لي انا خايف موقف على... ولا ما خداش؟ يتعارك معاها. ما ما زلت مخطوبة انت ولا ما عادش مخطوبة؟ والله لاني معلقة لاني مطلقة انا تو. يعجبك شي تو؟ قسما سامحني الراجل هذا لازم ياخذ موقف. يا سي علي خايف على امه لا تصير لها حاجة هكا يحكي لي. وزيد معناها قال لي انا امي هو ابوه ميت. اي انا قال لي امي هي اللي ربتنا وتعبت تعبت علينا وندرسنا. اي انا شنو ذنبي؟ انا شنو معناها؟ انا قلت لكم معناها اجوا اخطبوني بالسيف، معناها شنو ذنبي؟ إيه؟ انا طب انا نحبك وانت تحبني. انت مشكلتك شنو؟ الراجل جاء خطبك وجاب عائلته وعائلتك انت وافقه، الراجل بعد امه دارت في الحياصه، ايش دخل امه في الموضوع؟ اي سامحني السيد هذا ما هو جاي خطبك ولا اي كان حاجته بيك يكمل معاك، كان ما حاجتوش بيك خليه يقعد في دار امه. يا سي علي وبه يكمل معايا هكاك، مو يلزمنا نحدوا العرس ويلزمنا اي قل له حكي. عيط له قل له ايجا يا خويا اعطيني دات العرس، اعطيني كذا، اعطيني كذا، اعطيني كذا وينتهي الموضوع. كان ما عطاكش تواريخ العرس وما حضرش اموره كذا، راهو السيد هذا يسمع كلامه. امه تقول له لا ما تعرفش ما تعرفش. هو ما ينجمش يا سي علي يفوت امه. قال لي انا يا بنتي هاني انا فاهم. اسمع قال لي اسمع. انا قال لي انا نعمل عرس وامي ماهيش راضيه. يا بنتي أنا نعمل... هذا مش مش عرس بيك ما دام امه مش موافقه، تفهم يا بنتي؟ زعما يا سي علي شو زعما؟ عيط له قول له اعطيني تاريخ العرس وقتاش باش نعرس. عيطت له امي. امي اش قال؟ اي اش قال؟ اعطاها تاريخ العرس؟ هو ساكت هي تحكي معاه. اعطاها تاريخ العرس جاوبني ايه ولا لا؟ هو اللي انا قال لي انا من العام الجاي. اما وينه يا سي علي؟ فما حاجات معناها توريك اللي نقول لك حاجه اختي، انت كيما اختي اللي حاجته بيك، اللي حاجته بيك ومقتنعه بيك كيما انت بديفواتك وبحاجاتك الباهيه وباللي تحب وباللي تحب وباللي تحب يكمل معاك، غير هذا يوفى الحديث داكوردو. السيد هذا كان حاجته بيك ياخذك وانتهى الموضوع كهو. سي علي هو هو حاجته بيا ومكبش بيا. اما مشكلتي اما مشكلتي يخاف منهم. اي يخاف منهم مش يقعد خايف منهم، مش يقعد يخاف منهم. نحبوا ياخذوا موقف انا مع امي. هاو ما خذاش موقف. انا كنقول له خذ موقف يقول لي تحبيني نتعارك معاها. انا ماهوش باش ياخذ موقف. اسمع يا بنتي اسمعني يا مان، خليني ننهي الموضوع سهل. حاجته بيك الراجل هذا يجي ياخذك وكهو انتهى. ما جا خطب ولا وافقت امه، بعد امه دارت الحياصه اموره يخاف منها وما نجمش، ابعد عليه الراجل هذا وكهو انتهى. المشكله وليت انا مشكلتي انا سي علي وليت ليا ما تنجم نتعارك مع دارنا. فما شكون جاي يجوا يخطبوني ودارنا يحبوا يعطوني، معناها قالوا لي يعني انت ما عادش مخطوبه؟ ما لا مادام فما خطاب جايينك للدار. الناس سمعت اللي انت ماكش مخطوبه مال؟ الناس سمعت اللي امه ما عينهاش وسمعت اللي يا بنتي فسختوا الخطوبه ولا؟ بالنسبه لي انا وهي نخرجوا حتى بالسرقه نخرجوا راه. ليه ليه فسختوا الخطوبه ولا؟ العائلات تتفاهموا بينات بعضهم كل شيء مشى على روحه ولا؟ ما متفاهموا سيء، معناها مش تفاهموا بينات بعضهم، الاخرى تفاهمت وحدها اللي هي سيء وامي معناها سيء. وانت والراجل اللي حاجتك بيه ما لقيتوش حل؟ ما لقينيش حتى حل. باهي انا اقترحت عليك الحل يا مدام، قلت لك اعطيه حدد تاريخ العرس، كان جاء يا مرحبا، كان ما جاش الراجل ده سايب عليك منه ما حشتوش بيك يسمع في كلام امه وكهو. داكوردو لله داكوردو اوكي لله الى اللقاء تصبح على خير. نصلي له 37 دقيقه مازلت نستنى تليفوناتكم على الرقم 71 113 1000 71 113 1000. رجع موزايك اف ام المكالمه الهاتفيه المواليه على الرقم 71 113 1000. الو مساء الخير. مساء الخير سي علاء. مرحبا بك سيدي. مرحبا. اسم خويا المستعار؟ اسمي المستعار سامي. مرحبا بك سامي. قداش عمرك خويا؟ عمري 47 سنه. 47 سنه. مرحبا بك خويا. وبيك عايشك معنا الليله. اول مره تطلب ولا طلبت برشا مرات؟ اول مره نطلب. انت عندك الزهر ذري. الزهر برشا. عندك الزهر. تعرف علاش؟ على خاطر عندي ليز دو طونت،
اما تلقى المكالمات اللي موجودين في ليز داتونت اللي ما هزش ولا الريزو دونك لا لا الحمد لله يا اخي مواليكم من اول مكلبت فيا. مرحبا بك يا سيدي. اي قول لي شمقلق خويا. والله انا ديما كل ليله ساهر مش ليله يعني بالذات يعني ديما متقلق. ديما متقلق. ديما متقلق ايه. علاش؟ علاش نحكي لك الاستوار نتاعي من الاول يعني. ما انا نعرف شروط المكالمه نعرفها باش نلخص لك انا تعرفت على اللي هي طليقتي تويك يعني فهمت كيفاش ما عرف تعرفت على يعني ما عرفت يعني عرفت بها عرس تقليدي يعني تعرفت على عن طريق العائله فهمت كيفاش عرفت عرس تقليدي ما حبيتهاش انا ما نكذبش عليك فهمت كيفاش قلت بركش بعد العشره يعني نحبها وكل شيء فهمتني المهم عرسنا باش ما نطولش عليك فهمت كيفاش بقينا بريود مع بعض بدت المشاكل وكل شيء فهمتني طلقنا. شنو المشاكل علاش طلقتوا؟ طلقنا اي حاجه يعني تصير في الدار تمشي تشكي بي. تشكي بيك وين؟ طول المركز. اي سامحني نسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. نجاوبك بصراحه. ضربتها؟ والله مره بركه ضربتها. شكيت بيك؟ شكيت بي. دخلتك الحبس ولا سامحتك؟ لا سامحتني الحق ما نكذبش. باهي تصرف على دارك؟ نصرف على دارك. باهي ما علاش تمشي تشكي بيك ابار الضرب؟ باهي ابار الضرب تشكي بي مثلا انا نتعارك انا وياها تهز الاولاد بالحق راهو نحكي معاك تهز الاولاد ما نضربهاش مره برك قلت كذا بس هاو يعني فهمت لا تهز الاولاد تمشي للمركز والله من غير مزيه ما عندك فهمت كيف ولا مش كيف ما عندكش حق تضربها ما عندكش حق تضربها ما عنديش في بالي ما عنديش الحق وديجا تحكمت بثلاث اشهر حبس يعطيك الصحه ولا وهي سامحتني يعني في الحق ما نكذبش ايوه فهمتني من الحق ما نكذبش فهمتني هيك هو ولت عملت في المشاكل مع الجيران مع دارنا مع فهمتني ولت ندخل الدار بورتابل يتفركس ستوشي يتفركس حوايج تتفركس يعني حسيتها كاينه شاكه فيا يعني فهمت كيفاش؟ بالك عامل عمايل انت والله ماني عامل حتى عمايل ما علاش شاكه فيك؟ شاكه هي حسيتها في الاخر بكل مريضه نفسانيه فهمت كيفاش؟ انت هذا احساسك انت احساسي انا اي اي كيفاش تتصرف خويا علي ساعات تتصرف معي تصرفات مش متاع انسانه عاديه جمله واحده حتى مع صغارها حتى مع صغارها احكي لي كيفاش فهمتني؟ أو باش نحكي لك مثلا أدنا نحكي أنا وياها في يعني موضوع باش يخصني أنا وياها فهمت تبدا تجبد لي في حكايات يعني ماهيش مربوطة بالكلام اللي نحكوا فيه أنا وياها مرة واحدة. فهمت كيفاش؟ إي فهمتني؟ ياك هو بصراحة فديت. إي فهمت فديت. طلقتها أنشا فهمت كيفاش؟ أنشا علاش طلقتها أنشا؟ طلقتها انسى على خاطر انا ما عادش نجم نعيش معاها. اي كي طلقتها ارتحت؟ صحيح ارتحت نفسانيا ارتحت. اي ماشي مشكل بها المشكل عدوية فهمت كيفاش؟ هي تحبني هي حسيتها تحبني برشا من كثر ما تحبني ولت عندها الغيره المفرطه فهمت كيفاش؟ عندها غيره مفرطه. اي هو مرة جاني صي يعني كل واحد شال روحه بقيت أربع شهور ما فماش ريحتها لا هي لا صغار لا حتى شيء مشيت للمدرسة كذا وين دونك؟ هي تعيش في بلاصة يعني عوجك الحديث عاد جاني رقم تليفون ما نعرفوش يعني جديد علي هزيت ألو يعني ألو شكون معايا فلانة وين قلت له فهمتني قلت لي راني ماني عرست هي ربي هنيك اي وترجلت بالبكاء تبكي 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 شبيكي تبكي قلت لها قلت لي راني ما نجمش ننساك وراني حتى راجل جديد هذا راني بحق راهي تحكي نعرفها كي تبدا سارقه نعرفها راهي قلت لي صدقني فهمت ما خليتوش حتى يحط علي ايده يا بنتي كيفاش راهو زوجك راهو عنده فيك الحق كل شيء قلت لي ما نجمتش يخليه يعني بشرني ما يخلي بالرغم نعرف حلاله انا وفهمت وما خذته على سنه الله ورسوله كل شيء تبقينا ما نجمتش يخليه يمسني ايش تحب تقول ايش تحب تقول
جت هي ولدت يعني تحبني نخرج معاك. انا قلت لها راكي مرت راجل ما نجمش نخرج معاك انا، فهمتني؟ ويعني ولدت تسبب مثلا بالصغار باش تكلمني انا باش تسهل عليا، فهمتني؟ جوج موت لي مخي ساعات ساعات وبالحق راهو ساعات يعني سبحان الله انسان. انا بالنسبه لي انا مطلق وما عندي حتى واحده في حياتي ما نكذبش عليك راهو بالحق راهو، فهمتني؟ ونقول ساعات يجي هالوسوسه الشيطان نقول نحتاج لها هي بالحق نحتاج لها راه. شنو تحتاج لها؟ نحتاج لها في اي راجل يحتاج للمراه، فهمت كيفاش؟ شنو مرت راجل يا راجل؟ قلت لها انا راكي مرت راجل. شنو نحتاج لها في اي حاجه يحتاجها راجل للمراه؟ هي تركب بالي في مخي انا. تركب مخك مولدي، نحيها من مخك الحكايه. ما حبش تنحى من مخي انا ساعات. كيفاش ما حبش تنحى من مخ؟ كيفاش هي ما تخليش الراجل يبشرها؟ شنو علاش؟ يا ولدي امورها مثلا تخصها، اش دخلك انت؟ اش دخلك في الاجل هذه انت؟ علاش هي تكلم فيا وتبكي؟ يا دي على التليفون ما عادش تهز عليها يا دي. ولادي ولادك برا، شوف ولادك بالقانون. شبيك انت شبيك؟ انا بصراحه ضبطتي في مخي بالحق راه بالحق بالرسمي نحكي معك. ضبطتك في مخك فيش؟ والله ضبطتني في مخي. فيش ضبطتك في مخي؟ هي نحكيك حاجه نحكيك حاجه اخويا علي، هي بصراحه مزيانه برشا هي ما نكذبش عليك. علاش في ساعه تعرست يعني ما تبقاش هي مزيانه برشا وهي حبتك وانت ما عديت لهاش وانت اللي ضربتها وانت اللي عملت لها، ايش مطلقك فيها انت؟ شبيك حتى انت يا كان جيت انت مش تضربها؟ لا يا ولدي دبر على روحك، قال مش تضربها ضربها انت يا ولدي وتشد الحبس انت. قالوا كان جيت انت مش تضربها تو هذاك. لا تقول فيه انا تعرف انا سامحني هذه في راديو ورا نعرف. انا مره ضربتها بكف كهو، فهمت كيف؟ ايه كف حكايه بسيطه، كف يا ولدي ضربه هذاك عمر. نعرف هي اني خلصت عليها يعني علاش تطلق فيها انشاء؟ ما نجمتش نعيش معاها ياسر، تعمل في مشاكل ياسر. يا هاي توا كي جاتك من بلاصه اخرى توا ولات مزيانه ولات كذا ولات كذا وتحب؟ انا بالنسبه لي انا نحب نحاها من مخي انا، فهمت كيفاش؟ ما عادش تهز عليها تليفون مرت راجل. الله يبارك. قلت لا مش الله يبارك يا اخي، انا مش قاضي راني نعطيك في رأي. نعرف انا قلت انت توحشتها توحشتها ولا؟ شو تضحك؟ لا توحشتها بالحق. فوالا تحب ترجع لها؟ مرت راجل في حالي راهي تو. لا ترجع لها بالحلال مش نعرف مرت راجل. نعرف تحب ترجع لها؟ تحب تطلق هي من رجلها؟ هي أبارمو تحب هي تطلق، فهمت كيفاش؟ هي كان طلقت تحب ترجع لها رجع لها. اما شنو اللي قاعد يدور في مخك؟ شو اللي قاعد يلعب لك بمخك؟ انا لعب لي بمخي يعني حسيتها تحبني برشا، فهمت كيفاش؟ لا قلت لي هذا قبل ما تطلق بصراحه. هي بصراحه هي بالحق راهي حسيتها. لا انا كنت نكذب فيها يعني نقول هذا يعني كلام وكهو، اما تو بالحق بالفازه هذه برهنت لي تحبني بالحق بالرسمي بالرسمي إيه؟ تحبني موت. شنو الحل تو؟ والله ماني عارف علاش انا كلمتك، انا نحب ناخذ حل من عندك انت. كان المراه مطلقه ولا مش مطلق نجم تعاود ترجع مرتك وتخوه، وكان مش مطلقه ابعد يا ولدي على المراه. لا ماهيش ما كذبش عليك ماهيش مطلقه هي. مالا شنو اللي دار في مخك انت وهي ماهيش مطلقه وتوحشتها وتحبك وتحب تحكي معاها وتقبلها؟ ليه نحب نعرف انا انت السيده ذاك ماكش مقتنعه بيه علاش تعرفي بيه يعني، فهمت يا ولدي؟ ايش دخلك توا هي عرست ومشات على روحها، انت ايش دخلك علاش تعرفي توا؟ انت تحب تعرفها يا اخي مش تعرفه من عندي انا هذا. انا خناريتها ولا قبلتها باش نقول لك راهو علاش طلقتها؟ انا تعرف يا سي علي انا خاطر علاش ساعات ضميري انبني نجم انا اكلمها نقول طلقيه فيه، فهمت كيفاش؟ ونرجعوا لبعضنا، فهمت كيفاش؟ وهو مسكين ايش دخله هو ذاك يعني، فهمت كيفاش؟ يا ولدي امورك ايش دخلني؟ انا راني نسمع فيك انت داخل في خناق ايش داخله بعضها؟ ريت كيفاش هذاك هو اللي مهبني انا. اي هاي مرتي مزيانه وتوحشتها وهاي تكلم فيا ومرت راجل ونحب نرجع لها ودرس. ثبت ركز يهديك يا وخي ركز شوي. والله مركز قسما بالله العظيم مركز.
انا ريت كيفاش نحكي لك حاجه. علاش بعد ما تطلقها تضبعك؟ علاش علاش كيما قلت على خاطر انت. علاش هاو باش نحكي لك، ركز معايا شوي. انا مركز. قبل العرس يعني كنت يعني تقول لي راني نحبك، راني نموت عليك، راني كي نشم ريحتك برك نهبل وكل شيء. نقول هذا يعني ضربه اللغه كما نحكوا فيها، سامحني في الكلمه. فهمت كيفاش؟ فهمتني؟ اي نقول هذه، نقول تضرب اللغه هذه تسلم عليا كما نحكوا فيها. فهمتني؟ سامحني في العبارات هذه. فهمتني؟ وبعد وقتاش تاكدت من اللي هي تحبني بالرسمي، كي بعدت عليا فهمتني وصارت الفازه هذه مع يعني مع راجلها هذه، حسيتها بالحق تحبني يعني. فهمت كيفاش؟ فهمتني؟ انا ما كنت كذب فيها قبل، اش نعمل ساعه بالله؟ لا دبت على المراه، المراه ما عرفت شو تعمل. ابد على المراه يرحم والديك. ما عجبكش الجواب هذا؟ لا 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 عجبني، عجبني. اي كي عجبك ما لا اريد، ما عادش تنزل عليها التليفون، المراه ما عرفتها يا ودي. باهي الله يبارك، ما عادش نزل عليها. اسمع هو يسمع كلامي الله يبارك خليه. ياك هو انا ناخذ بالنصيحه. ما قال لك حد الكلام هذا؟ ما قال لك حد؟ والله والله اول واحد نحكيه له الكلام هذا هو انت. والاخرين اش قالوا لك؟ عكسي انا اش قالوا لك؟ لا ما نحب ما نجبدتش حتى الموضوع حتى الانسان. خويا المراه معرسه ابعد على روحك، كان طلقت من حقك باش ترجع مرتك طليقتك. كان ماهيش معرسه ابعد على المراه حتى ولو تغرك وتدور بيك وتلعب لك بمخك، قل لها لا. داكوردو داكوردو. متفاهمين يا ولدي؟ نتفقدك يا متخرين متفاهمين مريقلين؟ لا نتفقدك شهير اخر. تفقدني مرحبا. وانت تفقدنا زاد. مرحبا فيك خويا، عايش كيف اللقاء. محلاه الراجل قداش طيب وقداش بعد قال الحق. وكيت 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 وهاي الصوره هاي الصوره هاي الصوره. يلا ماضي ساعه و37 دقيقه على موزايك اف ام، مازلت نستنى تليفوناتكم على الرقم 71 113 ألف. رجعي أما المكالمة الأخيرة على الرقم 71 113 ألف. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. ألو أهلا معلول. لبيك خويا. أهلا بيك. صباح والله الحمد لله. عاش خويا. اسم خويا؟ حمزة. حمزة؟ حمزة. مرحبا بك يا حمزة، قداش عمرك خويا؟ عاش خويا بيك 27 سنة. 27 سنة. اش تعمل في الدنيا؟ والله نخدم حجام. حجام فنان عاد الحجام في بالك ولا؟ صاحبي فنان على الاخر. ماله وخدمه متعبه 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 على الاخر. وخاصه بريود العيد حسيت. بريود العيد والوقفه سيرتو الوقفه سيرتو الوقفه عرفت. مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. قول لي شبي خويا، شبيك سهار الليل؟ والله يا علولو تعرف شنو هي، عندي حكايه في راسي مشخشبتني على الاخر. شنو هي ترى؟ يا خويا تعرفت على طفله فهمت بالفيسبوك، عملت كيك قعدت معايا 8 شهور هكاك 9 شهور حاسير. جيت لدارنا عرفت على دارنا وعرفت على الفامي نتاعنا. معناتها كنت سيريو معناتها جدي على الاخر. حطيتها من الاخر المراه نتاعي هذيك. ما عادش باش نتلفت لحتى واحد. فهمت هيك عملت كيك. كل مره نقول اجي نخرج نعملوا قهوه، اجي نخرج نعملوا دوره، تقول لي ليه يراوني العباد يعودوا لاخواتي يعودوا البط. مخطوبين انتم وقتها ولا؟ لا ماليش مخطوبين. حتى كان مش مخطوبين وباش تتعرف على طفله من الاول لابد باش تخرج معها تشرب معها قهوه تحكي انت وياها باش تعرفها. ما لا واحد يقطف في شكاره هو. هيك عندك جات لدارنا فهمت، وريتها الفامي درا شنو هو الفامي عجبو وريتها يصيح عليه حتى كي تراها فهمت. ما تجيبهاش فيها اللي هي معرفه جمله. شنو هو؟ ما تجيبهاش فيها اللي هي معرفه جمله. معرفه تعرفت على طفله. ايه اسمعني عاد. عملت كي قلت انا تو فما حكايه زي ما دام ما تحبش تخرج درا شنو درا شنو فما حكايه. عملت كي مره قالت لي يعني باش نخرج نقضي مش عارف تاخذ بلاص ولا شنو تاخذ. قالت لي وبعد نروح نحكي. قلت لها عملت كي اختفت روحي. ما هي بطبيعتها مش بعيده بعيده برشا على موتور تختف روحك. عملت كي اختفت روحي ريتها تقضي. استنيت بعيد عملت كي قعدت نتبع فيها. ركبت حسيت مع راجل فهمت بالموتور عملت كي تبعتها حتى شد بالدار. راتني تزبمت هي فهمت. عملت كي دورت ومشيت قعدت تطلب. قلت لها الو يا اخي شكون هذاك اللي معاك؟ قالت لي خويا. قلت لها اخوك هذاك؟ قالت لي
حاسير بشوي 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 اللي خلط معناها الراس الفتله كيما نقولوا نحن. اللي كيفاش عرفت؟ فما شكون يعرفها وقال لي على هذاك اللي هو راجلها وخوها طلع صاحبي. فهمت؟ تعرف شنو هي المشكله؟ قلت قداش قعدت معاها الطفله باش عرفت حقيقتها؟ قعدت معاها يمكن 9 شهور هكاك 10 شهور. اي على اساس باش تخطبها وباش تاخوها؟ يعني سياسي يدي قلت لك صحيح. كي تحكي معها على الخطبه والعرس اش تقول هي؟ تقول لي او خويا باش يجي من فرنسا او خويا باش يدي لي وراقي باش نطلع لفرنسا وبعد نعاود نرجع ومش تويكا وهي امي مريضه هاي بابا دار شنو حاسس كل مره تجبد لي موضوعها. فهمت؟ حتى امي حكيت معها قلت لها خلينا نجي نخطب ونعطي الكلمه باش تولي تخرج على راحتكم. اي 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 فهمت ديما تتلف هيك. يا عمتك بعد 9 شهور قعدت معها. فهمت؟ قلت لها تو انا كيفاش نقعد معاك في اللفاء؟ انت معرسه وعندك صغار. انا مانيش معرس معناها وين باش نوصلوا مع بعض معنا وين باش نوصلوا مع بعض؟ عندها صغار هي؟ يا عندها صغار هي عندها زور. فهمت؟ وين قد ايش يدز العقل لها؟ اي قلت لها هذيك وين باش نوصلوا معناها مع بعضنا تو انت معرس وامورك واضحه انا خل نشوف حياتي خل نتسيي ما كنتي مثلا تعديت عليا برا بينك وبين موليك. ايش تحب توا هي بالضبط؟ هي توي قالت لك انا نحبك انت يا بنتي انا باش نمشي نعرس على روحي. اي باش نمشي نشوف حياتي ايش باش نربط روحي بيك. اي قالت لي حاسلون بلوكيها من الفيسبوك تطلع لك من بلاصه اخر مبلوكيها من نومرو تطلع لي بنومرو اخر حاسل وتلقاني يوكيبي يا بيشبيك يا شبيك كوبي يا بنتي تدبر عليا اوكيبي مانيش يا خويا مسوح. قالت لي لي كيفاش درشنا يا خويا ما فهمتش شنو باش نعمل معاها. يعني شنو باش تعمل معاها؟ نب عليها نب على راجلها شنو باش تعمل معاها؟ والله ما نحبش نضرها يا علي والله. ليه نب عليها نب عليها قلت لك رميت كلمه انا نب على راجلها اما لا نب عليها معناتها ريت على خاطر كان باش نبع عليها باش نفرقعها عائله كان ما تفرقعش يا ولدي ما تعمل حتى شيء امشي كلمها احكي معاها نبع عليها قول لها اخر مره سي الامر مشيش كي بها يا اخوي هذيك يا اخوي ظلي لحظه مشيش كي بها المركز قول لهم اخويا المرضي تقلق فيه مره معرسه شنو اللعب هذا شكلين وليت بجاه ربي يا لولو والله العظيم شيء حب تردي صدقني وليت مشوكي انا تو وليت نعرف طفله يا دي وليت مشوكي نقول بشيش يا اخي تطلع هذه معرفة. لا 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 الرجال الكل مش كيف كيف والبلاد الكل ما همش كيف كيف والباهي والخايب تلقاه في البلايص الكل. لا لا ما نكبروهاش الحكايه تسمع فيها ما نكبروش الحكايه وانا قلت لك مش صوابع دي قد قد مش الكل كيف كيف معناتها تنجم تشوف حياتك انت ومش البلاد الكل كيما هذه ومش الرجال الكل راهو كيما فلان ولا فلتان ولا فلتان معناتها ما يلزمش واحد يتعقد من الحاجات هذوما حاجات غريبه تفهم فيا وهي وقد هي حاجات غريبه ما يلزمش واحد يتعقد منها ولا يتقلق منها. فهمت خويا؟ بالسلامه بالسلامه ريت بجاه ربي والله والله ربي يهديها والله. اي انت شنو كانت نوعيه علاقتك بها الساعه؟ كيف هي معناها؟ شنو كيف هي؟ شنو هي نوعيه العلاقه اللي كانت بينك وبينها؟ تحكي معها كهو؟ نحكي معاه ايه نحكي معاه كاو مع ما تزوجتش لليميت ما تزوجتش يا كاو مال اخويا اخر مره كلمتك وقتاش؟ اخر مره تو ما عنديش 3 ايام ولا 4 ايام. اش قالت لك؟ قالت لي وينك سافا شبيك اوكيبي شبيك ما تتكلمش ما تسالش ودرا شنيا ما تستحق شيء نجيب لك فلوس نجيب لك حوايج نجيب لك ماكله يا بنتي ما حاجتي بشيء. قلت لها يرحم والديك. شوف ننصحك نصيحه اخويا ننصحك نصيحه في عمرك انت ما تهزش على نومرو ما تعرفوش ما تجاوبش على ميساج الشخص اللي بعثه لك ما تعرفوش. ما تهزش على تليفون ما تعرفوش. ما تحكيش مع انسان يحب يتقرب لك وعندك شك فيه. ما تغلطش ما فماش عبد ما يغلطش حاول باش ما تغلطش اكثر ما يمكن. واحد يتهرب من يعطيك الصحة هكا وفك علينا اخويا من المشاكل ومن الحكايات الفارغة هذه. داكور دو سيدي عايشك يا خويا. لا لا تصبح على خير عايشك عايشك ماضي ساعة و58 دقيقة على موزايكا فام. شكرا لك صديقنا صالح في الإخراج أشرف في الديجيتال وفي تعميل البث المباشر على الفيسبوك وصديقنا كالعادة شاكر في استقبال مكالماتكم الهاتفية على رقم 71 113 ألف. بون بالنسبة للمشاركة أكور دو لا سومان
أنا بدنا متفقين من تو. اللي يحب يشارك في برنامج سر في بير من هنا نهار الاثنين الجاي ونهار الثلاثة الجاي باش نعطي الأولوية للميساج بوكس على الانترنت هاو من تو. قولوا ليش بعدها وهكا 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 يا أخوي، أبعث مساج حط نمرو تليفونك على الانبوكس وإحنا طبعا بعد نرجعوك ونعديه وكي بدو بروبليم أو كمرة انترنت مرة تليفون مرة انترنت مرة تليفون. يا سيدي ليلتكم زينة، تصبحوا على خير، نتقابلوا نهار الاثنين ونهار الثلاث الجاية في برنامج سرك في بيتر.